اهلا بيكم في حلقه جديده من ازاي اي حاجه وكل حاجه. النهارده هشرح لكم ازاي تبقى مهندس حقيقي. كتير من الشباب فاكر ان هو مجرد ما بيتخرج ان هو كده بقى مهندس. احب اقول لك لا، انت غلطان. انك تتخرج من كليه هندسه ده يخليك مهندس عادي زي اي مهندس ماشي في الشارع تقليدي، لكن انا النهارده هعرفك ازاي تبقى مهندس حقيقي ومميز وليك شخصيه وسط اصحابك واهلك وصاحبتك اللي لسه لحد دلوقتي مش قادر تخش تكلمها. مبدئيا كده عشان تكون مهندس حقيقي وليك شخصيه، اول ما تكتب تنسيق تظهر وتعرف انك رحت كليه هندسه تجري بسرعه على الفيسبوك تزود جنب اسمك انج محمد، انج محمود، انج عبد المعطي، وتكتب في البايو هندسه والعيشه المر عشان اي حد يخش عندك يحاول يكلمك او يشوف بوستاتك يعرف هو داخل بروفايل انه داخل بروفايل راجل مهندس حقيقي مش انسان تقليدي ممل. تبتدي بقى تنزل بوستات من نوعيه ايه، ما تصعش على مهندس مدني عشان تصميم الخوازيق لعبته، هندسه كليه العظمات، مدني مصنع الرجال، وتعمل لايك لاي بيج ليها علاقه بهندسه. لازم تبقى واثق من جواك انك من ورثه اينشتاين وتبتدي تزايد على اي حد يقول ان كليته صعبه وتفهمه ان هندسه كليه الكبار، كليه العظماء، اصعب كليه في التاريخ، اصعب كليه في المجره. هيقول لك بناخد 5 كويزات في الاسبوع، قول له بناخد 6. هيقول لك بننزل كل يوم من 8، قول له بننزل من الفجر. هيقول لك بنتفشخ، قول له احنا ما حتجتش ان انت بعد ما تقول له كده انه هيقدر يعلي عليك، ما حتجتش انه هيكلمك تاني اصلا. المهندسين مش بيكتفوا بس ان هم يعلوا على الناس، لا ليهم كمان بيعلوا على نفسهم. فتلاقي بتاع مدني بيتريق على بتاع عماره انه فرفور، وبتاع عماره بيتريق على بتاع ميكانيكا ان القسم بتاعه ما فيهوش بنات، بتاع كهرباء بيتريق على بتاع مدني ان هم بينقلوا شيتات كتير وما بيفهموش حاجه، وتلاقيهم عايشين في لوب مغلقه كده وكلهم اصلا في الاخر ما لهمش عزا، بيتخرجوا من الكليه بياخدوا على قفاهم، فاللي هو يعني الموضوع بوينتلس. طبعا المسطره التي بتاخدها معاك في اي مكان وكل مكان، وانت رايح الكليه، وانت خارج مع صاحبتك، وانت قاعد مع اصحابك على القهوه، اصلا لازم كل اصحابك يبقوا قاعدين معاك على القهوه المسطره التي عشان الناس ما تظنش انك قاعد مع ناس عاديين مش مهندسين حقيقيين زيك. لو انت ماشي في الشارع ومحدش لاحظ المسطره ابتدي جرجرها في الارض عشان الناس تبتدي تلاحظ مرور مهندس حقيقي من شارعهم. لازم لما تيجي تعرف نفسك لاي حد ما تقولوش اسمك كده من غير لقب باشمهندس، ما تسمحش لاي شخص يندهلك باسمك من غير لقب باشمهندس حتى لو كان ابوك وامك. الاكل جاهز يا باشمهندس محمود. صحابك بقى لازم يكونوا كلهم مهندسين، ما ينفعش يبقى مؤهل اقل من كده عشان انت راجل مهندس حقيقي. ما ينفعش تصاحب مثلا واحد في التجاره او في علاج طبيعي. لو دخلت مناقشه حسيت انك ابتديت تخسر فيها، عرف اللي بتناقشه انك مهندس ومعرفتك باسرار الكون اكبر منه بكتير. لازم عشان تكون مهندس حقيقي تبقى مشترك في اتحاد الطلبه ومن الادمنز اللي ماسكين جروب الدفعه، وبتبتدي تساعدهم في الشتات وتنزل نكت طريه تطري على قلوبهم. لازم تبعت فريند ريكويست لكل الدكاتره اللي عندك، واللي ما يقبلش روح له تاني يوم الكليه واجبره على قبول الاد، حتى لو وصل الموضوع انك تفسيله كاوتش العربيه او تقنعهم بستارتك التي، لان المهندس الحقيقي ما ينفعش يترفض. طبعا المهندس الحقيقي بيروح الكليه لابس نظاره شمس، ولازم لما بيقعد على الكافيتيريا بيقول هات كوبايه الشاي بتاعتي يا عم محمد، حتى لو اللي واقف ما اسموش عم محمد اصلا وما يعرفكش، بس لازم تبان انك مسيطر وليك وضعك عشان المهندسات زمايلك يعجبوا بيك وتبتدي تغيظ صحابك المهندسين العاديين. شفت يا باشمهندس محمد ازاي علقت الباشمهندسه نور منك؟ على فكره امبارح كنا سهرانين على القهوه قاعدين بنقل شيتات، وبس ده كان كل اللي انت محتاجه عشان تكون مهندس حقيقي. اشوفك في الحلقه الجايه. بي سيف، بي سمارت، باي باي.